ما كانش واحد في الجزائر من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها ينكر دور الجيش في هذه المصيبة التي ألمت بنا. هذه حقيقة. لولا هذا الجيش، لولا هذا الجيش ما رانا اليوم أمامكم، ما رانا هنا. لولا هذا الجيش لا حدث لنا ما حدث في بلدان أخرى. كانت تعتبر نفسها في منأى عن هذه الأمور، ووصلت بها الأمور إلى ما هي عليها اليوم. لكن الحمد لله، الحمد والشكر لله أن الجيش وقف وأعلنها منذ أول وهلة أنه يرافق مطالب الشعب، يساند الشعب. Et sans engagement de ce peuple, nous ne ferons rien. مهما تكون القوانين سليمة، مهما تكون القوانين جدية، مهما نكون حارسين، بدون ثقة الشعب لن نذهب بعيدا. عندنا كفاءات وطنية مشهود لها عالميا، عندنا ثروات نحسد عليها، ولكن مع كل أسف واش اللي غاب؟ غاب كما يقولوا بالعامية، غاب الراي، غاب الراي، راح لنا الراي. وهي النتيجة والراي، هاي النتيجة والراي.